على فكره الحكي انا بعمله داخل ماده حرفيه ممثل، فقلت خلاص اوكي انا هاخد التجربه. ابتدى بقى شويه حد يكسر مقاديفك، لا ما يصحش، ده شيخ عيب، عيب، لا لا كبرتي عيب. شويه شويه تلاقي نفسك بتقولي لا لا انا. طب انا هقول لحضرتك على نموذجين، يعني فئتين اتفرجوا على التيك توكس او المقاطع اللي حضرتك بتنزليها، ناس وانا منهم اول ما اطليتي طبعا، يعني عارفه حضرتك شفت اعمالك، ذاكرتي حاضره بقى اعمال كتيره عملتيها، وقدرت افهم انه في شيء ما خلاكي تعملي ده وهو منتج حلو، وربط الاسم والصوره بالمنتج. في يمكن جيل صغير تعرف عليكي في الحكايات دي، يعني هو حبك بسم الله الرحمن الرحيم من الزيرو من الحكايات دي، فانت بقى عندك فئتين، ناس عارفاكي او عارفه تجربتك التمثيليه، وناس بتتعرف عليكي من خلال تجربتك التيك توكي. ده بالنسبه لي شرف كبير جدا جدا وسعاده غير عاديه، يعني في ناس حتى في التعليقات حسوا بحاله نوستالجيا لايام هم كانوا فيها يعني بيستقبلوا الفن تلفزيون اللي في البيت بس كل الناس قاعده قدامه. فده عمل لهم يعني نداء للماضي السعيد. ولا طبعا اسعد. لا انت حكايه حكايه، بس اللي هي نوستالجيا ولا نوستالجيا؟ انا بقولها بالاسبانيا. بيقولوها نوستالجيا. نوستالجيا. حضرتك درستي في اسبانيا؟ كان ليا الشرف ان انا ادرس في اسبانيا، ودلوقتي مازال برضو يعني تفاعلي الدائم مع سفاره اسبانيا ومع معهد سيرفانتس، والحقيقه بقى لنا سنين بنقدم مشاريع مع بعض. يعني ده شيء بارلو اسبانيول. سي ابلو اسبانيول. ممتاز. وليا ترجمات في المسرح طبعا. بتترجمي اسباني؟ بترجم. يعني انا عندي دعوه ان شاء الله في شهر 10 من جمعيه المؤلفين والمترجمين للحضور في اسبانيا. وده كان بالنسبه لي خبر سعيد جدا ان هم يدعوني ان انا اكون موجوده. الحقيقة برحب بالسادة الحضور لهذا اللقاء المسرحي اللي يعني كتير بالنسبة للمسرحيين من وجهة نظري. في هذا اللقاء المسرحي هدفه ان احنا نتعرف على طيار من احدث الطيارات المسرحية العالمية الموجودة. ووجودكم النهاردة يعني التعرف على ميلاد جديد لواقع مسرحي، اتمنى ان احنا نستفيد منه ونديه طعمنا ويبقى جزء من طعمنا. الميكرو تياترو اتولد في اسبانيا في مدريد سنه 2009. كان في مكان في مدريد هيتهد، المكان دوت كان يعني مبنى بغاء، فقبل ما يهدوه قالوا يعملوا ذاكره لي، فابتدوا ان هم يجيبوا مخرج، وهو جاب مجموعه من الشباب وقالوا نعمل ايه في هذا المكان. فأقروا إن هم هيعملوا في هذا المكان ذاكرة، إن كان في هذا المكان بيباع كل شيء من خلاله عشان المال، فسموه ميكرو تياترو بور دينيرو، ميكرو تياترو من أجل المال، عشان المال أنا ممكن أعمل إيه. وابتدوا يشتغلوا على إنه إزاي هذا النوع يكون مؤثر. هم عندهم كان عندهم 38 أوضة هي عبارة عن 15 متر، وهنا اتولدت الفكرة. 15 متر ل 15 متفرد لمسرحية 15 دقيقة. هو ده النموذج اللي احنا بنتكلم عليه من بداية الحلقة يا دكتورة نبيلة، انه حضرتك انسانة متحققة بشكل كامل، تدرجتي اكاديميا، عندك منصب محترم، انت عضو في لجان تحكيم كبيرة جدا مش بس في مصر انما في الاقليم، ترأسي لجان تحكيم معتبرة، يعني مفيش حاجة تقول انه حلمك ناقص، انما خلقتي حلم جديد، هدف جديد، مشروع جديد واشتغلتي عليه. ما هو أنا عمري ما اعتبرت مهنتي إنها مهنة. أنا من ساعة ما دخلت التلفزيون وأنا طبعاً بشرف إن أنا من أبناء التلفزيون، كان دايماً جوايا الشغف بتاع الهواية، وما زلت لحد النهاردة فأي حاجة بحس فيها إنه حلعب بلعب على طول. كنت طفلة مع أبلة فضيلة بتسمع حكاياتها؟ بشتغل معاها. أبلة فضيلة كانت دايماً تحكي الحدوتة وبعدين تجيب معاها كل حلقة طفل أو طفلين يسألهم فهمتوا إيه من الحدوتة؟ طيب لا ده كان قصدهم كذا، فكنا احنا دايما نتواصل معاها ونعمل الحوار ما بعد الحدوتة. هي كان برنامج غنوة وحدوتة. فاكرة أي حاجة من حواديت قبل فضيلة؟
الحقيقة أنا اتغيرت بحواديت أبلة فضيلة. أنا كنت طفلة خجولة جدا جدا، يعني كان أي حاجة تحصل حواليا حتى في الفصل يتشرح أي حاجة فأقعد ساكتة، أبقى مش فاهمة بس ساكتة عشان مش فاهمة. إلى أن في أحد الحلقات أبلة فضيلة بتحكي عن أنه الغابة كلها بتسعى للمعرفة وبتقرأ ومش عارفة إيه، إلا كائن واحد بس ما بيسألش أبدا، ولو حصل سؤال ما بيجاوبش أبدا. تمر السنين وهو زي ما هو، يعني الغابة تطورت وبتاع، فاستدعى الأسد قال له اللي هو مين بقى؟ الحمار. مفهوم. فطبعا لما استدعى الأسد سأله قال له أنت إيه بالظبط ليه؟ فأدرك إنه هو اللي عمل كده في نفسه، لأن طالما عندي كلمة مسميها خجل من التعلم ومن السؤال لحسن هيضحكوا عليا ويقولوا عليا حمار. طب تبقى حمار في موقف ولا حمار طول العمر؟ ايه ده فظيعة. ده اختيار برضو. حواديت دي حدوتة من أبلة فضيلة، دي حدوتة فعلا. غيرتني الحدوتة دي، غيرتني اني كان لازم اخد قرار، ابقى بس مكسوفة في الفصل ان انا اسأل المدرس اعمل ايه، ولا انا حضرتك اللي بتقوله ده انا مش فاهماه، ولا افضل على طول مش فاهمه واجي اخش الامتحان مش فاهمه حاجه. ده يعني سلوجن او شعار، يعني اكون حمار في موقف ولا افضل حمار طول العمر؟ ده سؤال بيسموه ايه، كوني.